احتفالا بتحرير الموصل قام البيت الثقافي في ذي قار وبالتعاون مع شارع السوق الثقافي مهرجانا ثقافيا ضمن أسبوع النصر، تضمن معرضا للكتاب ومعرضا آخر لفن الفوتوغراف إضافة إلى معرض للكاريكاتير. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. بمناسبة أسبوع الانتصارات أقام البيت الثقافي في ذي قار وبالتعاون مع شارع السوق الثقافي مهرجانا ثقافيا احتوى على فعاليات ثقافية متنوعة ابتهاجا بانتصارات القوات الأمنية. من ضمن نشاطات البيت الثقافي في ذي قار في أسبوع النصر الذي أعلن من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قررنا كبيت ثقافي أن نقيم النشاطات في الأقضية والنواحي إضافة للمركز. اليوم نشاطنا في قضاء سوق الشيوخ. الصور التي اختارها المصوران والفنانان كانت صور جميلة ورائعة جدا، معبرة عن ما في خلجات ودواخل الناس اللي كانت الصور المرسومة أو كصور فوتوغرافية كانت حية وواقعية من أرض المعركة. وقد تضمن المهرجان معرضا للكتاب من قبل البيت الثقافي ومعرضا لمنتدى فن الفوتوغراف عكس صورا لجبهات القتال بعدسات مصورين من محافظات عدة، إضافة إلى معرض للوحات كاريكاتير جسدت هزيمة داعش في العراق أمام القوات الأمنية. هذا اليوم حللت أنا ولوحاتي التي عكست الانتصار وفرحة الانتصار، انتصار قواتنا المسلحة الباسلة وطرد الجرذان الدواعش. حللت أنا ولوحاتي ضيفا على شارع السوق الثقافي سوق الشيوخ. قد اشترك جميع مصورينا والعاملين في منظمة منتدى فن الفوتوغراف بتوثيق هذه البطولات من خلال الأعمال الرائعة التي وثقتها عدستكم الرائعة، وهي نقل حقيقة المعركة برسالة صادقة لدحض كل الأكاذيب والمشككين ببطولة أبنائنا وأخواننا في القوات المسلحة. إذن بهذه اللوحات جسد فنانو ذي قار انتصارات القوات الأمنية على داعش وتحرير مدينة الموصل الحدباء، وما هي إلا رسائل تبعث من مثقفي ذي قار إلى العالم أجمع إن العراق ما زال شامخا رغم العواصف التي ضربت. لبرنامج شمس الفلوجة أسعد الفياض.